السلام عليكم أعزائي الطلبة، أتمنى أن يكونوا جميعا بصحة جيدة. هذه إن شاء الله راح تكون المحاضرة الثانية من محاضرات الوركشوب. بالمحاضرة السابقة تعلمنا، عرفنا شنو هي المقاومة، وعرفنا شلون نقراها بصورة نظرية، وكذلك شلون نقراها بصورة عملية، وشلون نميز ما بين المقاومة الجيدة والمقاومة الغير جيدة. إن شاء الله بهاي المحاضرة راح نكمل على أنواع المقاومات. إذا تذكرون بالمحاضرة السابقة قلنا عندنا أكثر من نوع من أنواع المقاومة، وقسم من المقاومات راح يعتبرن كجهاز حماية، فراح ناخذ ثلاث أنواع من عندنا اللي هي الثرمستور، وبعدين ننتقل نشوف شنو الفوتو كونتكتيف سيلز، الفايرستورز، بعدين بعد هذا إن شاء الله ما نعرف شنو فائدتهن، راح ننتقل ناخذ السيريز ريزيسترز، يعني ربط المقاومات على التوالي، والبارالل ريزيسترز اللي هي ربط المقاومات على التوازي، وناخذ كمثال عملي، ناخذ مثال عملي عليهن يعني على شكل صور، وراح اوضح لكم شلون نربطهن بصوره عمليه. هذه ان شاء الله راح تكون هي الاوتلاينز الخاصه بالمحاضره مالتنا مال اليوم. نبتدئ الثرمستور. الثرمستور هو احد انواع المقاومات. هسه بنجي لتعريفه، راح يقول لك هو تو تيرمينال سيمي كوندكتر. كلمه سيمي كوندكتر معناها ماده شبه موصله، يعني هو متكون من ماده شبه موصله. whose resistance is temperature sensitive، يعني يقول لك انه هذا هو متحسس لدرجه الحراره، من اسمه ثيرموستار. حتى لو تنتبه للكهربائيين من يجي يقول لك هذا الثيرمستور بمشكله، خاصه بالمكيفات او الاجهزه اللي تكون يعني موجوده خارج اوت دور، خارج المنزل. لان شو الفائده من عنده؟ حتى بالاجهزه اللي موجوده داخل المنزل مثل اتوقع المكيف موجود بالستلايت، الاير كونديشنر اللي هو السبلت ايضا موجود بيه مدني. فشنو الفائده من عنده؟ انه من هذا يبدي، شوف هاي مدني الطرفين، معناه انه هذا دا يوصل موصل. ايش وقت هذه الماده يصير بها بريك داون، يصير بها انهيار، من توصل في درجه حراره معينه، مصمم هذا الجهاز اللي مربوط خلفه، يعني هذه المقاومه مخليها ببدايه الجهاز، اقول للجهاز اذا درجه الحراره مثلا، خلينا نفرض الجهاز اللي عندي يشتغل على درجه حراره على درجه حراره 40، على درجه حراره 40 فما دون، يعني اي شيء اكثر من 40 راح هذا الجهاز يصير به عطل. فانا شو اللي اسوي؟ لازم اخلي ثرمستور، اقول له الخصائص مالته انه يمرر التيار الكهربائي اذا كانت درجه الحراره اقل من ال 40، اذا وصلت ال 40 ما اريدك تمرر درجه الحراره، عفوا ما اريدك تمرر التيار الي. فلذلك خلينا نفرض انه هذا مصمم على ال 40، من توصل درجه الحراره 42 43 هاي الماده راح يصير بها شنو؟ راح يصير بها بريك داون، راح يصير بها انهيار، لذلك بعد هذا ما يوصل، فالدائره اللي بعدها ما راح تشتغل. واضح؟ هذا الفائده من الثرمستور. من درجه الحراره تنخفض بعد ما يشتغل عندك الجهاز، لازم تجي تغير هذه المقاومه. هذه المقاومه لازم تتغير حتى يرجع الجهاز يشتغل. فشو اشتغلت لي هنا؟ اشتغلت كجهاز كانما حمت لي الجهاز مالتي من ارتفاع درجات الحراره. صار واضح شنو الفائده من الثرمستور؟ هذا حال انواع المقاومات. نجي الفوتو كوندكتيف سيلز. الفوتو كوندكتيف سيل شنو الفائده من عنده؟ اسمه فوتو معناها ضوء، كوندكتيف معناها توصيليه. واضح؟ شنو هو؟ ايضا مكون من ماده سيمي كوندكتر اللي هي ماده شبه موصله. هذا شنو الفائده من عنده؟ انه يعتمد، يعني يبدي يوصل اذا يتحسس ضوء. يعني هذا كانه ما يتحسس للضوء. انا اقول لك فائده من عنده هوايه الى فوائد، مثلا بالخلايا الشمسيه احد الفوائد مالته. فائدة اللي عجبتني انا، يعني بعض الشوارع اللي كانت موجوده بامريكا مثلا، شنو اللي مسوينا بها؟ اللي مسويه انه اكو فد موضوع اسمه الباور كونسبشن، يعني استهلاك، يعني تقليل استهلاك الطاقه. واضح؟ هذا شنو الفائده من شنو اللي سووه؟ قالوا انه مكان مال اناره عندي اللي بالشارع، اكو طرق يسموهن الهاي ويز، واكو طرق اللي هي يسموهن الانترا والانترن. يعني خليني اجي، انا عندي طرق خارجيه وعندي طرق داخليه. الهاي ويز اللي هي الطريق الخارجي، شو يسوون بي؟ يقول لك انا ما اريد ان دائما الاناره تشتغل بالطريق الخارجي. لان هو طريق خارجي المدينه، مو يعني بالليل ما تتحرك بسيارات هوايه.
فاللي اريده انا منتج السياره اريد اللايت يشتغل ورا ما تعبر السياره اريده ينطفي حتى اقلل من استهلاك الطاقه. فشي يخلي قريب على الـ على البول العمود مال الاناره شي يخلي هذا الفوتو كوندكتيف سيل. فالسياره من تجي من منطقه بعيده اللايت مالتها راح وين يصطدم راح يضرب على هذا الفوتو كوندكتيف سيل راح يبدي يوصل يشتغل الاناره. بس اذا ماكو لايت ما راح يوصل فما راح تشتغل الاناره تكون الاناره مطفيه. لذلك نشوف انت من تمشي الاناره تشتغل مقابلك من تعبر ورا كم ثانيه راح تنطفي الاضاءه. واضح؟ فهذا احد استخدامات اللي يعني جدا مهمه ونفس الوقت يعني فانتاستيك. نجي للفايروستر. الفايروستر من الفي معناها فولتج. هذا شنو اللي الفائده مالته؟ الفائده مالته انه هذا سبريس هاي فولتج يعني يمنع الفولتيه العاليه. أنا الجهاز الأجهزة اللي عندنا بالبيت تقريبا تشتغل على 220 فولت، من تجيني فولتية أكثر من 220 ايش راح يصير بالجهاز مالتي؟ الجهاز مالتي راح إذا ما بي جهاز حماية راح يحترق. راح بالتالي الجهاز مالتي راح ما يشتغل بعد. أنا يعني كأنما يصير بي عطل. فشو اللي أسوي أنا قبل ما هذه أربط هذه الفيروس أربطه قبل الجهاز. بالتالي من تجينا فولتيه بالفولتيه اللي انا اريدها خلينا نفرض من ال 200 لل 220 او لل 240 حسب ما انا مصمم هذا الفايروستر انا مصممه حسب الفولتيه اللي يحتاجها الجهاز مالتي. خلينا نفرض جهازي يشتغل من ال 200 لل 240 فاني هذا الفايروستر اصممه بحيث انه هاي الماده شبه موصله تعبر لي الفولتيه اذا كانت الفولتيه من ال 200 لل 240 اي شيء اقل من 200 اي شيء فوق ال 240 هذا شو راح يصير بيه؟ راح يصير بيه بريك داون راح يصير بانهيار لذلك ما راح يمرر لي الفولتيه وبالتالي انا حافظت على الجهاز مالتي. واضح؟ هذا شنو هذا؟ هذا الفايروستر. ونفس الحاله اذا صار عندي خلل لازم اغير الفايروستر بعد مو مثلا من تجي فولتيه اعتياديه يرجع يشتغل لا ما يشتغل لازم احتاج اغير الفايروستر. لذلك بعض الامرار من تجي فولتيه عاليه ويعطل عندك في الجهاز يجي يقول لك محتاج فقط المقاومه ترى ضربت عندك اللي هي الفايروستر. واضح؟ هذا هسه عرفنا احنا شنو استخدام الفايروستر. ننتقل هسه لما ننتقل لربط السيريز ريزيسترز ربط المقاومات على التوالي. انا راح اخذ ربط المقاومات على التوالي حتى احاول اربط لك اياها بصوره عمليه. احنا لو كانت شويه الاوضاع جيده كنت علمتك شلون تربطهم بصوره عمليه وشوفهم يعني بعينك. لذلك هسه ان شاء الله من نتقدم بالمحاضره راح اراويك صور انه شلون احنا انا ربطتهم وشلون سويتهم. السيريز ريزيسترز شوف هسه هذه دائره مربوطه على التوالي، شلون اعرف انه هذه المقاومه مربوطه مع هذه المقاومه توالي؟ دائما بين العنصرين تلقي طرف نقطه واحده، 1 بوينت احنا نقول. نقطه واحده ما بين هذه الريزستر وبين هذا الريزستر، لو كانت نقطتين لا تقول الربط توازي. هسه يقول شنو نقطه واحده وشنو نقطتين؟ بعد هسه هذا طرف من هنا انتقلنا، هسه هذا الطرف، هسه طرف واحد وهذا طرف. فقط هذه عندي، يعني متوصلات بجهه واحده. هذه الجهة ما مرتبطة بهذا العنصر. واضح؟ لذلك صار رابطهم توالي. لو كان هذا الطرف مربوط هنا وهذا بعد يعني سأراويكم بعد ربط آخر شوية حتى تصير أوضح. هسا أنا بدي أعرف شنو ربط التوالي. ربط التوالي هذا العنصر مرتبط بهذا العنصر بنقطة واحدة صار عندي هذا ربط توالي، هذا العنصر مرتبط بهذا العنصر بنقطة واحدة صار عندي ربط توالي، كأنما ذني هسه الثلاث عناصر مرتبطات كلهن مع بعضهن مع بعض وكلهن ربطهن توالي. نجي شنو قوانين ربط التوالي؟ عندي المقاومات الار توتال ار تي اللي هي الار توتال ايكوال تو ار 1 بلس ار 2 بلس ار ان اللي هي ايش قد حسب عندي ايش قد الار مثلا هسه بهاي الحالة عندي الار 1 10 زائد الار 2 20 زائد الار 3 30 لذلك هسه انا الار توتال هنا راح تكون عندي ايش قد؟ راح تكون عندي 10 زائد 20 زائد 30 ويساوي 60. التيار الكلي يساوي التيار بالعنصر الاول ويساوي التيار بالعنصر الثاني ويساوي التيار بالعنصر الثالث. شنو السبب؟ لان انا عندي مربوطات توالي. لو انتبه هسه هذا التيار راح يمر هنا، نفسيته راح يمر هنا، نفسيته راح يمر هنا، ما عندي اي تفرعات. لو صار عندي تفرع من تفرع التيار قول معناها انه صار عندي ربط توازي بالموضوع. بس يصير تفرع عندك بالتيار معناها صار عندك اكو نقطه صار ما بها ربط توالي، صار بها ربط توازي او صار بها ربط مختلط.
واضح. بما انه التيار، هاي نقطه ثانيه، تعرف انه عن طريقه تعرف انه هل المقاومه او العنصر مربوط توالي او توازي. اذا مر التيار، التيار من يمر وما يواجه اي تفرع، معناها هذا انه ربطهم توالي وليس ربط توازي. بالنسبه للفولتيه الكليه، يصير الفولتيه على هذا العنصر، هذا العنصر ايش قد يستهلك فولتيه، زائد الفولتيه المستهلكه على هذا العنصر زائد الفولتيه المستهلكه في هذا العنصر. لذلك من اجل البي توتال احتاج استخرج الفولتيه اللي موجوده هنا والفولتيه اللي موجوده هنا والفولتيه اللي موجوده هنا واجمعهم كلهن. لذلك الان اذا استخرج، كيف استخرج الفولتيه اللي موجوده هنا؟ عندي التيار وعندي المقاومه، عن طريق قانون اوم استخرجت الفولتيه اللي هنا، وكذلك بنفس الطريقه الفولتيه اللي هنا، وكذلك بنفس الطريقه الفولتيه اللي هنا. هذه بالنسبه لقانون ربط التوالي. البارالس ريزيسترز، ربط التوازي. خلينا نجي لهذه النقطه، شوف هسه عندي مربوطات توازي، اجي هذه مع هذه، هذه المقاومه اللي قيمتها واحد مع هذه المقاومه اللي قيمتها خمسة، لان ايش مرتبطات؟ مرتبطات بيانات النقطه واحده، يعني التيار اللي راح يمر هنا راح نفسه يمر بهذه المقاومه، لذلك اذا المقاومتين مربوطات توالي. فاذا ربط التوالي بالمقاومات تصير حاصل جمع 5 زائد 1 صار 6. لكن هذه المقاومه السته مربوطه ويا المقاومه 12، شنو ربطها، توالي او توازي؟ نجي خلينا نشوف هذه المقاومه ال 12، ما هذه نقطة عندي هنا اللي هي نفسيتها هاي النقطة، وهذه نقطة عندي هنا، لذلك صارت مرتبطة بنقطتين. خلني اجي خلي اقول هسه انا ما قاعد اعرف شنو النقطتين، اجي لهنا التيار اللي وصل لي هنا، وصل لي هنا التيار تفرع، اجى تيار هنا واجى تيار هنا، بما انه تفرع التيار اذا صار الرابط عندي ليس رابط توالي وانما رابط توازي. واضح هسه؟ عندي طريقتين اقدر اعرف بها الرابط توالي او توازي. هسه ذني المقاومة هذه 12 وهذه المقاومة 6، كيف كيفية إيجاد قيمة المقاومتين على التوازي؟ ال1 على R total، 1 على ال R total يساوي 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over Rn. يعني أنا من أجي أستخرج القيمة مال ذني المقاومتين اللي على التوازي، لازم 1 على ال R total شو يساوي؟ 1 على 12 زائد 1 على 6. واضح؟ أطلع الناتج مالته، راح يطلع الناتج الخاص بهذه المقاومة اللي هي تطلع 4. واضح؟ 4 نجي هسه صار عندي هذا كانما هذا الجزء كله اختفى. 4 وهاي هاي صار عندي مقاومه واحده قيمتها 4، 4 و11 مرتبطات توالي صار 15. وذني قيمتهن 10 صار 15 ويا 10 مربوطات توازي، 15 ويا 10 يصير 1 على 10 زائد 1 على 15 ويطلع القيمه الكليه. واضح؟ هاي بالنسبه لقيمه المقاومه، كيفية إيجاد المقاومة الكلية اللي هي 1 على الـ R1 زائد 1 على الـ R2 زائد 1 على الـ R3 زائد 1 على الـ R4 حسب عدد المقاومات اللي موجودة عندك بالدائرة. نجد الـ I total، بما أنه التيار هنا راح يتفرع عندي، لذلك من أجمع الـ R الكلية لازم يصير هذا التيار زائد هذا التيار وليس التيار متساوي، لأن تفرع عندي صار بيه تفرعات. بالنسبة للفولتية، لا الفولتية راح تكون هنا متساوية، ليش؟ لأن عندي الفولتية موجودة على، هو شنو الفولتية؟ هي فرق الجهد على نقطتين، هاي نقطة وهذه نقطة عندي. لذلك الفولتية اللي هنا راح تمر بهذا الطرف هي نفسية الفولتية اللي راح تمر بهذا الطرف، هي نفسية الفولتية اللي راح تمر بهذا الطرف، لذلك عندي شنو؟ لذلك عندي راح تكون عندي الفولتية الكلية مساوية للفولتية على الطرف الأول، ومساوية للفولتية على الطرف الثاني، ومساوية للفولتية على الطرف الثالث، وحسب كم طرف عندي موجودان. مثال، لان المقاومتين هسه مربوطات؟ ال 6 ويا 12، شوف هذه ال 6 ويا 12 ايش مربوطات ذني؟ هنا عندي هذه نقطة، عندي هذه نقطة. لان المقاومتين مربوطات توازي. واضح؟ 6 و 12 مربوطات توازي، 1 على R توتال يساوي 1 على 6 زائد 1 على 12. تقدر اكو طريقة ثانية نستخرج بها ال مقاومات على التوازي، تقدر تقول اذا هن فقط مقاومتين تقدر تقول حاصل جمعهم على حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني 6 في 12 على 6 زائد 12، 6 في 12 72 على 6 زائد 12 يصير 18، 72 على 18 راح يطلع الناتج 4، 4 زائد 2 صار 6، 6 هذه صارت عندي مقاومه واحده قيمتها 4 وهذه مقاومه قيمتها 2، ذني المقاومتين اللي صار هنا شنو مربوطين؟ ذني رابطين توالي. 2 زائد 4 6 ويا هاي الثلاثة ربطها توازي وهكذا تكمل، ذني حاصل ضربهن على حاصل جمعهن والدور النتيجة مال هذه مقاومة واحدة راح يصيرن كلهن توالي. واضح؟ هذا شنو؟ هذه هسه أنا عندي
ربط المقاومه التوالي توازي. هسه راح ادي شنو، راح انتقل الى اشرح لك في شيء اسمه البريد بورد. شنو هو البريد بورد؟ البريد بورد هذا من اريد ان اربط اني العناصر مالتي اربطهم على شنو؟ اربطهم على هذا البريد بورد. شنو الفائده من عنده؟ هسه شوف ذني بي نقاط، ذني بي هولز اللي بي فتحات، ذني نقاط ادخل العنصر بيهن حتى ابدي اربط الدائره اللي انا اريد اربطها. خلي اشرح لك شنو شلون مربوط هذا البريد بورد. دني بس خلي بالك ويا هذا الخط، شوف هسه هذا الخط اكو فاصل هنا، وهذا خط فاصل، وهذا خط هنا فاصل ايضا. كانما هاني عندي كم جزء بهذا البريد بورد؟ عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربع اجزاء ما متصله ببعضها البعض. واضح؟ هذا الجزء شلون متصل؟ الاتصال مالته بهالطريقه هاي، يعني هذا الخط منه يبدي الى نهايه بحر، هذا الموجب وين الموجب، هذا كله متصل. يعني هسه اراويكم اياه من ناخذ المنظر الباك فيو، يعني المنظر الخلفي مالته، راح اشوف شنو اللي اقصده. هذا الخط كله متوصل مع بعضه البعض، وهذا الخط ايضا كله من هنا السالب متوصل مع بعضه البعض. يعني بس هاي النقطه ما متوصله بهاي النقطه، وانما هاي النقطه ويا هاي النقطه ويا هاي النقطه ويا هاي النقطه متوصلات. واضح؟ كذلك الحال بالنسبه للذني، كذلك الحال بالنسبه للذني. راح نشوف، شوف هسه هذا، شوف اللي قلت لك اني هذا الخط كله متوصل مع بعض البعض، وهذا الخط متوصل مع بعض البعض، هذا الخط متوصل مع بعض البعض، هذا الخط متوصل مع بعض البعض. لكن ذني الخطوط اللي هسه بقى عندي، عرفت اني هذا شلون متوصل وعرفت هذا شلون متوصل. اللي عاده احنا ذني الطرفين الصغار نربطهم هنا المصدر. يبقى عندي هنا اربط العناصر اني، تقدر التهم تربط العناصر هنا بس يفضل انه يربط المصدر. واضح؟ ذني العناصر هذني مرتبطات بصورة عمودية، ذني مرتبطات بصورة أفقية، ذني مرتبطات بصورة عمودية. هذا الخط الثلاثين متصل بهالطريقة هاي، بهالطريقة هاي، بهالطريقة هاي. يعني هذه النقطة ويا هاي النقطة متوصلة، ويا هاي النقطة متوصلة، لكن هذه النقطة مع هذه النقطة غير موصولة. إذا تريد توصلها لازم تربط عنصر. واضح؟ هذا الحقل مفصول عن هذا الحقل أيضا، لكن هذا الحقل شلون مربوط؟ مربوط بصورة عمودية أيضا. ذن النقاط متوصلات مع بعضهن البعض، ذن النقاط متوصلات مع بعضهن البعض، وايضا ذن النقاط متوصلات مع بعضهن البعض، لكن هذه النقطه ما متوصله ويا هاي النقطه. نفس الحال بهذه بهذا الجزء. يعني هذا الجزء مع هذا الجزء اللي موجود ب اي بي سي دي اي اف جي ذني متوصلات بصوره عموديه، لكن هذا الجزء اللي مربوط بموجب سالب متوصل بصوره افقيه، هذا الجزء الموجب سالب ايضا متوصل بصوره افقيه. شوف الصوره اللي هنا انا راح اتوضح لنا. شوف هذا الجزء شلون موصول بصورة أفقية، بصورة أفقية، لكن ذني شلون متوصلات بصورة عمودية. شوف هذه النقطة ما متوصلة بهذه النقطة. واضح؟ واضح طلابنا؟ هسه صار واضح عندي. شوف أيضا هذا الجزء ما مرتبط بهذا الجزء، هذا الجزء ما مرتبط بهذا الجزء. فقط تعرف الهيكلية وكيفية الربط يصير، يعني كيفية عمل، كيفية ربط البريد بورد، يعني الأجزاء مالته شلون مربوطة مع بعض البعض، دور أنت تبدي تتحكم بالربط. شوفوا هذا الجزء الخلفي، هذا الجزء الامامي من البريد بورد. شوف هذا المنظر الخلفي له، شوف ذني شلون اكو صايره مثل السلك معدني رابط هنا. شوف هذني مربوطات بهالشكل هذا، وذني مربوطات بصوره عموديه. شوف ذني مربوطات افقيه، وذني مربوطات بصوره عموديه. هذا بالنسبه للبريد بورد. راح نيجي نربط دائره على التوالي. اني هذا باعتبار تقدر تشتري ذني او ولا تشتري هنا، هسه اوضح لك شلون شلون راح نبدا نربط. قلنا ذني نربط بهن المصدر. هسه ربطت الجزء الموجب وين؟ بهذا بهذا الطرف. يعني هذا الطرف هسه بي يمر الجزء الموجب من التيار مالتي، وهذا الطرف ربطت به الجزء السالب. هنا انا راح اربط البطاريه مالتي. واضح؟ راح اجي شو احتاج؟ احتاج اوصل اني من هذا الطرف الموجب لهنا، احتاج اوصل حتى اوصل هذا الجزء، لان هذا الجزء قلنا مفصول عن هذا الجزء. فايش راح اسوي؟ راح اجيب سلك صغير اللي هو هذا السلك، راح اجيبه اوصله منه لهنا. باق جبت منه لهنا وصلت، صار ايش عندي؟ صار عندي هذا الخط مار بي تيار، فقط هذا الخط، لكن هذا الخط ما بي، هذا الخط ما بي، فقط هذا الخط مار بي تيار عندي. يعني راح اجيب العنصر مالتي، راح اربط مقاومه ولد على التوالي. العنصر مالتي راح اجيب المقاومه واربطها باي نقطه من ذن النقاط بكيفي، واوصلها لهنا. ليش ما ربطت من هالنقطة لهذه النقطة؟ لان اني هذه النقطة هي نقطة واحدة، اذا ربطت بها العنصر مالتي كانما ايش سويت اني؟
كان ما شرطت هذا الطرف ويا هذا الطرف لو ربطتهم اثنين على نفس، يعني جبت المقاومه مالتي خليت طرف هنا وخليت طرف هنا، كانما اني جبت الطرفين ربطتهم سوا ومررت بهن تيار راح يضربن، لذلك اني احتاج اخلي طرف هنا، طرف اخليه هنا وطرف اخليه هنا. شوف شلون ربطت اني، شوف طرف خليته هنا اقدر اخليه هنا، اقدر اخليه هنا، اقدر اخليه هنا بكيفي، والطرف الثاني خليته هنا. هسه شو وصلت اني؟ وصلت التيار بالمقاومه، والمقاومه موصله وصلتها لهنا. هسه وصل التيار عندي اني اللي عابر منه راح يعبر بالسلك ويعبر بالمقاومه ويوصل لهنا. هسه هذا الخط كله متوصل، ايش راح اجيب؟ راح اجيب شلون اشوف اني صدق مر تيار لما مر تيار؟ راح اجيب ليد، هذا الليد الصغيروني اللي هو احد انواع ال، هسه ناخذه ان شاء الله بالمحاضره القادمه، احد انواع الديودات. هذا اللايت ايميتنج دايود اللي هو يبعث للضوء راح اخليه من هذا الطرف، وين يوصل لي؟ يوصل لي لهنا لهذا الطرف السالب، حتى شنو؟ حتى الدائره ما تكمل، الموجب يربط بالسالب. باو عليك، ايش خليت ثاني؟ هسه ربطت منه وجبته بالسالب، وهذه البطاريه مالتي شكلتها اشتغل عندي الليد، معناها توصل عندي، صار عندي توصيل واشتغل عندي الليد. واضح؟ العمليه جدا بسيطه، لكن فقط تنتبه انه شلون كيفيه البريد بورد شلون مربوط. واضح؟ هذه بالنسبه لربط التوالي. بالنسبه لربط التوازي ما عندي ايضا نفس الـ هذا، عفوا هذا ربط توالي. تقدر انا شو اللي غيرته هنا؟ انا فقط اللي غيرته انه انا لو تنتبه هنا كنت ربطت هذه هنا وجبت سلك عبرته لهنا، انا اقدر اجيب هذا الطرف مباشره اخليه هنا، وهذا الطرف انا اصلا راسا خليته هنا، يعني كانما الغيت هذا مباشره، هذا الطرف مال المقاومه خليته هنا. اقول لك ترى يصير تجيب طرف المقاومه تخليه هنا وبعدين تعبر. ايش سوى ثاني؟ طرف المقاومه خليته هنا، الدور جيت لهنا والدور عبريت وصلت لهنا انا، بدون فقط استغنيت عن الكيبل. ربط التوازي، ربط التوازي ايش سويت اني؟ هذه البطاريه مالتي ربطت طرف لهنا من الداخل، هذه بها ربط من الداخل وربطت الطرف لهنا، جبت هذه مقاومه وصلتها لهنا، وهذا اللي وصلته لهنا، هذان الاثنين مربوطات توالي، لكن مع هذان الاثنين توازي، مع هذان الاثنين توازي. هسه كانما ربطت اني ثلاث عناصر على التوازي ووصلتن بعد هذان الثلاثه تشتغلن. هذا ربط التوازي وربط التوالي. اتمنيت انا انه نقدر نفد يوم من الايام نجي لللاب، نجي للوركشوب حتى نقدر نربطهم بايدينا ونتعلم، لكن لسوء الحظ انه ما قدرنا، يعني ما صار عندنا وقت انه نلتقي هواي ونتعلم على الاجهزه اللي موجوده بالمختبر. لكن ان شاء الله الازمه هاي تعدي، واذا صارت لنا فرصه ان شاء الله حتى وان كانت المرحله الثانيه اخذ لكم فدتش، اللي يحب يتعلم من عندكم يجي يدخل المحاضره ان شاء الله اذا رجعت الامور لطبيعتها، وتشوفون شنو الربط وشنو الاجهزه اللي راح تحتاجون 100% من توصلون للمرحله الرابعه. راح تحتاجون تربطون اجهزه عمليه، تحتاج تعرف شنو الاردوينو، تحتاج تعرف شنو البريد بورد، شلون كيفيه ربط التوالي والتوازي، لان كلهم تحتاج تعرفهم، تحتاج تعرف الفكشن جنريتر. انا راح احاول قد الامكان اني اشرح لك اياهن واراويك صور الهن، ولا عسى ولعله تستفاد اللي تستفاده، لكن افضل من ما تستفاد اي شيء. وان شاء الله نشوفكم بخير وسلامه. شكرا جزيلا لانتباهكم. هذه ان شاء الله المحاضره الثانيه، اني ان شاء الله اليوم هسه شوي بعد انزل لكم اياها، انزل لكم الباوربوينت وانزل لكم الفيديو، حتى اذا اي واحد من عندكم عنده سؤال خلي يكتب لي، سواء كانت على اليوتيوب او يكتب على جوجل كلاس روم، ان شاء الله اجاوبه. شكرا جزيلا.